بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديوهات بعنوان لكي أطمئن قلبي. يلا معاصر طبعا بيكتب لكم في عنوان الفيديو احنا بنشرح بيج كام من السؤال كام لكام عشان تعرف واقع في ايه فتجري لغاية السؤال اللي انت عايزه. اتفرجت علينا في الفيديو كله طبعا تشرفنا. بنحاول نصغر الفيديوهات على قد ما نقدر ونقسمها أجزاء عشان حضرتك ما تملش مننا. أمزلو قبل ما افتح الأسئلة ملخص سريع لأومزلو اللي عمل ريليشن بتوين جهاز أميتر فيكسد ريزيستنس ريوستات جهاز فولتميتر قدر بالريوستات يغير R إنما R فيكسد ما تغيرتش. عمل ريليشن بتوين V و I لما لعب في الريوستات قدر يغير قراءة الأميتر ليه؟ لأن الريزيستنس هي المطب اللي بيقابل آي ولا إيه؟ صح ولا لأ؟ فقدر يغير قراءة الأميتر عن طريق اللعب في الريوستات. لما قراءة آي اتغيرت قراءة في كمان اتغيرت لقى الريليشن بتوين في أند آي إز دايركتلي بروبوشنال. هو ده قانون أوم اللي قال إن الفي دايركتلي بروبوشنال مع آي أت كونستنت تمبريتشر. يبقى شرط التمبريتشر تكون إيه يا أولاد؟ ثابتة. عشان نشيل العلامة دي ونحط إيكوال لازم نحط إيه؟ كونستنت في آي. بالتجربة العملية قاس الـ V وقاس الـ I مثلا لأن لما ده 1 ده 5 ده 2 ده 10 ده 3 ده 15 ده 4 ده 20 يبقى الكونستنت دايما محدش يضحك عليك ويقول لك ده كونستنت. جي منين؟ كونستنت. لا الكونستنت هو واحد في كم يدي خمسة؟ خمسة. اتنين في كم تدي عشرة؟ خمسة. عاد التجربة اكتر من مرة على نفس الريزيستنس لان الكونستنت هنا خمسة. خمسة هم قيمة مين؟ الار. شال ده وقال يبقى الاي فار ايكوال في ومن هنا قال يبقى الار بتساوي في على اي عشان كده الاوم يساوي فولت على امبير ولا ايه؟ يبقى اول سؤال تسأله لنفسك ليه الاوم يساوي فولت على امبير؟ تقول لي اصل الاوم الريزيستنس والريزيستنس بتساوي في على اي الفي بالفولت والاي بالامبير. يلا بينا نروح على الاسئلة على طول بتاعة اومز لو في كتاب المعاصر بدءا من رقم 26. In which of the following cases the intensity of electric current passes through in resistor R is greater than. يعني عايز I كبيرة صح؟ قبل ما أكمل والله العظيم مش ال V بتساوي I في R؟ هو عايز I إيه؟ كبير ولا إيه؟ عايز I كبير. لو الريزيستنز ثابتة يبقى يحتاج V إيه؟ كبيرة ولا لأ؟ بصوا معايا ده لو ال R is إيه؟ مش ال V بتساوي I R؟ عايز I كبيرة. شفت أنا قبل ما أكتب السؤال؟ لو ال V هي اللي ثابتة يبقى أكيد في ال R الإيه؟ الصغير. يبقى ممكن أسأل السؤال بطريقتين، يا ثبت لك ال R فأنت تنقي أكبر V، يا ثبت لك ال V فأنت تنقي أصغر مين؟ R. صح. يلا نشوف السؤال. الله أكبر. I يساوي هو عايز I V على R. قشطة. هنا 1 على R ده الـ I. هنا ها 2 على R. هنا 3 على R. الله 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 الله. يبقى هو مثبت مين؟ الـ R. بتلعب في ايه بقى؟ يبقى V بتساوي I R. هو مثبت مين؟ عايز اكبر مين؟ اكبر اي. هو سائل عن اكبر اي. يبقى اكبر ايه؟ يبقى الاجابة ايه؟ اكبر في. شفت المذاكرة سهلة ازاي؟ بس لما تكون بتذاكر مش لما تكون حافظ. Each of the following diagram represents part of an electric circuit. Then in which of them ammeter and voltmeter are correctly connected such that للresistance. قبل ما ابص على الاجابات الريزيستنس ار
الفولت ميتر بيركب بارالل والاميتر يركب سيريس. ليه الاميتر يركب سيريس؟ لان الاميتر بيقيس الاي بالامبير which is constant in series connection. الفولتميتر بيركب بارالل لانه بيقيس البوتنشال ديفرنس ان فولت which is constant in parallel connection. ايه ده غلط؟ ده الفولتميتر بره غلط. الاميتر سيريس والفولتميتر بارالل. مش هبص. ويبقى الاجابه سي. البوتنشال ديفرنس V is applied between terminals of conductor to move oppa the N through a cross-sectional area in 2 seconds the time. Then the resistance is. بابا احمد سمير مش مستر احمد سمير قايل لك اكتب اللي انت عارفه يطلع اللي هو عايزه. انت عايز R. الR بتساوي V على I. هو مديك V صح. يبقى انت محتاج مين عشان تجيب R؟ I. يبقى يا اما هيديك I يا اما هيديك حاجة تجيب منها مين؟ I. ال I بيساوي Q على T يعني بيساوي A N في E على T يعني يساوي ال N 6.25 times 10 power 18 في 1.6 times 10 power negative 19 على 2 يساوي قدامك اهو. احنا على فكره حلينها عشان ما حدش يقول حاجه بس الموديل انسر اهو. يلا 6.25 في 1.6 على 2 يطلع 5 تايم 10 باور نيجاتيف 1 يعني 0.5 امبير. يلا الفي بكام يا عم الحاج؟ ب 12 على 0.5 طايره العلامه حط صفر يبقى 120 على 5 فيها 2 4 اوم تمام. يبقى الإجابة 24 اوم. اللي بعده an electric bulb of resist 1.6 R يبقى الR بتاعتها 1.6 R. بطارية 9 فولت يبقى ال V 9 فولت. So the number of electrons that passes through a cross sectional of the bulb filament. عايز النمبر. ماشي. طبعا هنا 1.6 اوم بقى. ماشي. Every 1 minute a time. مستر مينت ايه؟ ما بنشتغلش بالمينت يا مستر احمد. بنشتغل بايه يا جميل؟ بالسكن. يبقى 1 تايم 60. انت عايز النمبر اكتب اللي انت عارفه يطلع اللي هو عايزه. مش الاي بيساوي نمبر في اي على تي؟ اه. يبقى النمبر بيساوي اي في تي على اي. الاي سهله 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 19 والتي ب 60 اللي هي 1 في 60. يبقى فاضل لي مين عشان اجيب النمبر؟ اي. يبقى هيديك اي هيديك حاجة تجيب منها مين؟ مش الاي بيساوي في على ار؟ يبقى 9 على 1.6 equal 5.625. يبقى 5.625 في 60 equal على 1.6 equal يطلع 210.93 تايم 10 باور ايه؟ ده هيطلع فوق بقى باور بوزيتيف 19. طب 2.1 وعلامتين يبقى تايم 10 باور 21 الكترونز. ويبقى الاجابه 2 مفيش غيرها 2.1. اللي بعده a conductor of resist يبقى R. Carries current I. If an electric current of intensity 1 ampere ماشي ده I2 بقى passes through the same conductor يعني نفس الريزيستنس في نفس التمبريتشر then its resist equal A. equal A عم قال لي نفس الكوندكتور في نفس التمبريتشر.
يبقى الريزيست ثابته يا عم، بحل ايه يا عم انا؟ امال ايه اللي زاد يا مستر؟ اكيد الفي زاد. عيد تاني، ادي ار، السلك ما اتغيرش صح، والتمبريتشر مات ايه بس المره الاولى عدى 0.5 امبير في التين دي اللي هي ار 10 اوم، يبقى اكيد كان البوتنشال ديفرنس 5 فولت ولا لا؟ ما غيرتش السلك ولا غيرت التمبريتشر، بس مع ذلك الاي بقى 1 امبير في 10 اوم، يبقى اكيد انت شلت الفيشه وحطيت 10 فولت ولا لا؟ ها صح، مش الريزيست بتتغير، اما بتغير الكوندكتور او بتغير ها التمبريتشر، لا الكوندكتور اتغير ولا التمبريتشر اتغيرت، يبقى الار فضل 10 وبيضحك عليك. اللي بعد in the opposite figure، حاضر ماشي، الفي هنا والفي هنا، يبقى في 1 يساوي 5 ماينس نيجاتيف 7 يطلع 12 فولت، يبقى اي 1 يساوي في 1 على ار 1 يبقى 12 على 6 يطلع 2 امبير، شكرا. في 2 ده البوزيتيف، يبقى الكهرباء هنا ماشيه كده، دايما الكهرباء بتمشي من الكبير لمين، يبقى في اللي هو 22 ماينس ماينس 2 يطلع 24، يبقى اي 2 يساوي في 2 على ار 2 يبقى 24 على 4 يطلع 6 امبير. هو عايز ايه؟ اي 1 على اي 2 يبقى 2 على 6 يعني 1 على 3. اللي بعده يا شباب in the opposite، حاضر، حته حلوه قوي دي، بطاريه يعني ايه مستر فاريبل؟ يعني ينفع اشيلها واحط غيرها اكبر او اصغر، ودي ريزيستنس ينفع اشيلها واحط غيرها اكبر او اصغر، صح ولا لا؟ او العب فيها فاكبر مين؟ ازاي يا مستر ديان؟ عينيا، الاباجوره اللي جنبك مش تقدر تتحكم في زرار اللايت انتنستي بتاعها؟ تقدر تعلي الاضاءه وتوطي الاضاءه زي الاضاءات دي ولا لا؟ صح؟ ازاي؟ يعني ايه اعلي واوطي؟ ازود الريزيستنس فالكرنت اللي يخش اقل، لان الفي از كونستنت، صح ولا لا؟ في تعبتنا. اما زود الريزيستنس الكرنت يقل، واما اقلل الريزيستنس الكرنت، ده سلايدر كده بيتحرك بس هنا انا ما بشوفوش بقى، انما ده باين. بيقول لي in the opposite electric circuit what is the factor that should be increased in order to increase current؟ عينيا عينيا، مش دعوه انا ما ببصش، انا مالي؟ الاي صح بيساوي في على مين؟ انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل ايه؟ ازود ده يبقى يتزود ده يتقلل ده، او الاثنين مع بعض صح؟ لو الاثنين يعني force of battery ها increase to increase the current، اللي يزيد فهو قال لك كده، اشترط عليك اللي يزيد في دول فيزود، مش عايز اللي يقل، عايز اللي يزيد، اللي يزيد فيه يا عم انا مالي، خلاص هو الفي يزيد، الاجابه صح، ماليش دعوه، مش هقرا حاجه تاني. اصل هو ما قالكش، ما قالكش الكرنت يزيد ازاي وسابك حر، قال لك لا الكرنت يزيد بزياده مين فيهم، ده لازم يزيد، بس هو سالك عن اللي بيزيد، وهنا اللي بيزيد ما سالك، ما قالكش كل الاختيارات الممكنة، صح؟ اللي بعده بيقول in the opposite circuit، حلو قوي، ايه ده يا مستر؟ حاضر حبيبي، اسأل بابا عليها جميل. بابا زمان كان عنده فيشة كده عاملة زي شاحن الموبايل، بس جهاز كبير شوية وتقيل قوي، اسمه adapter، كان وظيفته بابا كان بيشغل بيه بقى الوكمان، الكاسيت، الحاجات دي، يعني الحاجات بتاعت زمان بتاعتنا دي. وكان شاحن الموبايل زمان، كان شاحن تقيل قوي، لك شاحن اصلي وشاحن تقليد. المهم الادابتور ده جهاز تقيل قوي كده، كان وظيفته حاجتين، يا اما يحول من فيشه البيت اللي هي اي سي لدي سي بعض الاجهزه، وكان في زرار بقى كده مكتوب عليه ايه 3 6 9 12 15 فولت،
لو كان مكتوب عليه 3 بس يبقى كان بيحول لي من 220 ل 3. 6 بس يبقى من 220 ل 6. بما انه مكتوب عليه كذا واقدر احرك انا اخد الفي اللي انا عايزها، يبقى خد 3 6 9 اللي انت عايزه. قشطه. فده اسمه ادابتر. اهو ده يا جماعه، يعني اقدر العب في الفي بتاعه ولا لا، بس بتحكم مني انا، وابقى عارف انا باخد كام. حلو قوي. بيقول لي الفولتج ده انكريز. حاضر. مش دايره ام دي، يبقى الفي بيساوي اي ار. كويس. الفي ده انكريز وبين ان الار از كونستنت. اقرا السؤال كويس عشان هيديك على قفاك. بيقول لك ايه بقى؟ مين في دول ما يتغيرش؟ doesn't increase. الار يا عم، الار، الار يا عم اكيد. هو مش سألك مين يتغير، مين ما يتغيرش. حضرتك غيرت السلك؟ لا. سخنت السلك؟ لا. حطيت ار تانية؟ لا. كاتب هنا سهم او فاريبل؟ لا. يبقى الاجابة ار. طب الباقي عندك؟ هو الاي هيزيد صح؟ لو زودت الفي الاي هيزيد. مش الاي بيساوي ان في اي على تي؟ هو بيقول لك بير سكند والاي ثابت، يبقى اكيد لما الاي يزيد الان يزيد. لا ده هيزيد. طب صح. بس لا يا حبيبي، مش عايز اللي يزيد، هو عايز مين اللي ما يتغيرش. يبقى ده لا هيتغير. الورك ده مش الفي بتساوي ورك على كيو؟ مش لما الفي يزيد ورك يزيد ات كونستانت كيو؟ لا الورك هيزيد والانتنستي اوريدي هتزيد. يبقى مين الوحيد اللي ما يتغيرش؟ يلا اللي بعده. ذا اوبوزيت جراف. حلو قوي 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 قوي. ليه؟ لان حضراتكم متعودين على في واي، فالسلوب في على اي مينز ار ولا ايه؟ اما هنا لا. السلوب سيتا A greater than سيتا B. يلا بالترتيب، سيتا A greater than سيتا B. So tan سيتا A greater than tan سيتا B. سلوب A greater than سلوب B. السلوب equal I على V Y على X. يبقى I على V A greater than I على V B. اتقل السلوب equal I على V means إذا كانت الار بتساوي V على I، يبقى so I على V equal 1 على R. مش عكس ده، عكس ده. يبقى 1 على R ل A greater than 1 على R ل B. So R A less than R B. مش 1 على، نيجي نفرح تبقى مش فاهم. لا والله مش 1 على 2 أكبر من 1 على 5. سؤال دي ب 0.5 دي ب 0.2، يبقى أكيد ال 5 أكبر من 2 ولا لا؟ يبقى R B greater than، يبقى هو ده. والله أنا ما طلب كل ده ماشي. The wire of higher resistance. قلت بيه خلاص. يبقى ايه لا ولا ايه؟ ايه لا، ايه لا، هي بي. بي because the slope of line represents the resistance. غلط. السلوب مش represent the resistance. لو represent the resistance كان بقيت ايه؟ represent the reciprocal of resistance. تمام. اللي بعده يا شباب. In the opposite circuit. حلو قوي السؤال ده، قوي 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 قوي. بس بصراحة بصراحة هو مش وقته هنا. ليه؟ لأن أحمد سمير قايل لك الـ V بتساوي I R. أنا عارف ولادي هيقولوا إيه. فلو الـ R زادت، ماشي؟ الـ R إيه؟ زادت. الـ I تقل at constant مين؟ V. صح ولا؟ at constant مين؟ هنا الكونستانت مين؟ في. يبقى الفي تساوي اي ار. فاكرين كلامي بقى؟ الفي يحصل لها ايه؟ يلا لو الاي زادت الفي تزيد ات كونستانت ار. طب لو الاي قلت الفي تقل ات كونستانت ار. طيب
لو الار زادت ها الفي تزيد ات كونستانت اي، قلت الفي تقلت. طب لو الار زادت والاي قلت، احمد سمير قايل لك اسمع كلام مين؟ الار، صح؟ يبقى الفي بيسمع كلام مين؟ ليه؟ لان الار اكثر تاثيرا، صح؟ ده لما الفي يتغير، هو الفي هنا هيتغير؟ ليه لا؟ لان مش دول النقطتين دول، ممكن احط الفولتميتر هنا، يبقى الفولتميتر قاري البطارية، قاري الايه؟ والبطارية ما بتتغيرش، يبقى الفي هنا از ايه؟ النبي الفي هنا از ايه؟ فلو الار يبقى الفي از كونستنت، يبقى لو الار زادت الاي تقل بنفس الرش ولا لا؟ عشان يفضل الفي از ايه؟ يلا نشوف بقى بيسأل في ايه. بيقول لي اميتر وار فاريبل، كل ما ار تزيد اي تقل، تزيد تقل دي علاقه انفرسلي ولا لا؟ نفس السؤال. بيقول ايه برضو في الجراف؟ هو ريدنج اوف فولتميتر اند فال، ماليش دعوه الفولتميتر بيقرا البطاريه، يبقى الفولتميتر ثابت ولا ايه؟ طب يا مستر ما الار بتتغير، ما الار بتزيد الاي بيقل بنفس الريشيو، الار بتقل الاي بيزيد بنفس الريشيو، بحيث اي في ار يفضل كونستنت لانه بيقيس البطاريه. طب بص دي، ذا ريدنج اوف اميتر اند فولت ميتر، يا عم ريدنج اوف اميتر اند فولت ميتر، يا عم مهما الاي زاد مستر، مش لو الاي زاد في المفروض يزيد، لان الاي في ار ايكوال في. برافو، الاي زاد نتيجه نقص مين؟ فاي ار تفضل ثابته ولا لا؟ لان الفولتميتر هنا بيقرا مين؟ ماشي اللي بعده، زي اوبوزيت جراف. حلو قوي السؤال ده، في ايه؟ اسمع كده، انك لازم تعد على مهلك. خلينا في سلوب اكس، معايا كام يونت هنا؟ 1 2 3 4، صح ولا لا؟ يبقى الفي بتاع اكس كام؟ في اكس 4، صح؟ اي اكس بقى عد، 1 2 3 4 5 6، يبقى اي اكس ب6، صح؟ يبقى ار اكس ب4 على 6، في اكس على ار اكس، صح؟ طيب دي اسهل طريقه يا شباب، بس انا بعمل اسهل طريقه، اتفقنا؟ واي بقى في واي عد، مش ده خط الفي مستر؟ طب ما تيجي نجيب السلوب ونعكس السلوب نجيب ار، هحلها لك كده برضه، بس انا بوريك اسهل طريقه. عد الواي بكام؟ 1 2 3 4 5 6، يبقى في واي ب6، 6 يونت. اي واي 1 2 3، يبقى اي واي ب3، يبقى ار واي ب6 على 3 تساوي 2، بنفس الطريقه يبقى ار اكس على ار واي تساوي 4 على 6 ديفايدد 2، يعني 4 على 6 في 1 على 2، على 2 فيها الواحد، على 2 فيها الاثنين، تطلع 2 على 6، مش لاقي 2 على 6، تبقى 1 على 3. تمام، يلا نحلها بطريقه الاسلوب العكسي. هو الاسلوب هنا اي على في، صح؟ الاسلوب ايه؟ اي على في، يبقى الاسلوب مينز، الاسلوب مينز اي على في، يعني يساوي 1 على ار، يبقى 1 على ار لاكس اكبر، تان اكس اكبر من تان واي، سيتا اكس اكبر من سيتا واي، سلوب اكس اكبر من سلوب واي، 1 على ار واي، يبقى اكيد ار واي اكبر من ار اكس، يبقى اكيد ار اكس على ار واي لزن 1 لز ايه؟ طب ما كله لا ما عدا ده، يبقى ده يخرج بره الموضوع لان ده جريتر زن 1. استنى بقى نجيب السلوب، السلوب دلتا واي على دلتا اكس ولا لا؟ 1 2 3 4 5 6 ها، 1 2 3 4
يبقى سلوب اكس ها بستة على اربعة، يبقى ستة على اربعة سلوب واي. واحد اتنين تلاتة على واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، تلاتة على ستة ستة، ده وان على ار اكس وده وان على ار واي ولا ايه؟ يبقى ار اكس ها باربعة على ستة، ار واي بتلاتة على ستة، سوري ستة على تلاتة، صح كده؟ ايوه ستة على تلاتة. يبقى ار اكس على ار واي يساوي اربعة على ستة في ها ستة، تاني وان على ار لاكس تساوي وان على ار اللي هي اي على في، اي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة على واحد اتنين تلاتة اربعة، كويس. وان على ار واي تساوي واحد اتنين تلاتة على واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، تمام. يبقى ار اكس تساوي اربعة على ستة، ار واي تساوي ستة على تلاتة. يلا يبقى ار اكس على ار واي تساوي اربعة على ستة ديفايدد ها ستة على تلاتة، يبقى كأنها اربعة على ستة في تلاتة على ستة، يبقى اتناشر على تمنتاشر على الستة فيها الاتنين على الستة فيها التلاتة. في حاجة غلط، اتناشر ستة في ستة في ستة وتلاتين، على الاتناشر فيها الواحد على الاتناشر فيها التلاتة تبقى واحد على تلاتة. يبقى الاسهل الحل الاول ولا لا؟ فهمنا؟ اي على في، جبنا الار وخلاص، تمام. كده اقدر اقول لكم الفيديو التالت خلص اللي على اومز لو. ان شاء الله نتقابل على خير، انتظروا منا بقية درس 1. اشوفكم.